قصائدنا للتصدي لكل مظاهر العنف والتكفير والفتنة ومحاولة تراجع مكاسب المرأة، وباعتبارنا نحن نساء تونس بجميع أصنافنا وقناعاتنا وحساسيتنا الفكرية والسياسية جزء يتجزأ من هذا الوطن العزيز وقوة تدفع به إلى الأمام، فإننا نؤكد على عزمنا مواصلة النضال من أجل مدنية الدولة، نريدها دولة ديمقراطية اجتماعية جوهرها الحرية والكرامة والعدالة وحق المساواة التامة والفعلية وتضمن حرية التعبير وحق الاختلاف. انطلاقا من هذه المبادئ يدعو ائتلاف راي تونس كل المواطنين والمواطنات الى مسيرة سلمية حاشدة يوم غد الثلاثاء 13 على الساعة 6 مساء، ويكون ذلك انطلاقا من الساعة 9:30 في شاسع حبار. وفي هذه المسيرة سيشاركنا عدد كبير من الأحزاب التقدمية والديمقراطية، وهي حزب قاعدة نداء تونس، حزب الشعبية، حزب مسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب الاشتراك اليساري، حزب العمل الوطني الديمقراطي. شنو السهام ست عمر بالمكتب الوطني للمرأة العاملة؟ بالنسبة للسؤال كيف ترى المرأة أن مكاسبها مهددة اليوم؟ بطبيعة الحال احنا في خطوة في سياق التغطيات السياسية تغطي إلى مستوى التسليم الجسدية في واقع العنف في هذا المجتمع، ما تنجمش المرأة تتمرن على مكاسبها. هذه نقطة أولى. نقطة اثنين، إذا حطينا في إطار الاحتفال بذكرى 59 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، الراو أنه العديد من المكاسب اللي تعتبر مكاسب تجاوزتها للمرأة وتعمل في تعميقها، يعني تدعيمها، هي مكسب الأساسي اللي يتعلق بحق التعليم وتحديد سن الزواج، ثم حقها في أن تطلب الطلاق أو حقها في إشارتها للزواج. العديد عندما نطلع ثم العديد من المكاسب. بناخذ النقطة الأولى اللي هذا بالفعل يلزمنا ننتبه كأسر كرأي عام وطني المسألة هذه، أنه اليوم أشكال الهشة للزيجات اللي ولينا نسمع فيها وبناتنا متورطين فيها بإغراقات متعددة واستغلالهم بأشكال مختلفة هو تحديد مكسب أنها تتزوج 18 سنة، خاطر أدنى من هذا العمر هي في المدرسة. شكون فما شعارات سياسية طالبوا حالة تأسيس وسقاط الحكومة؟ والله احنا نضالنا باش يكون في نضال عامرة ونضال مجتمع مدني، نضال قوى حية وسياسي، نضال قوى ديمقراطية، ما نخرجوش عن النضال هذاك. نساء ورجال تونس عازمين على حماية بلادنا، حماية تونس. تونس ما عندناش خيار عليها، تولدنا فيها، قرينا فيها، تعلمنا فيها، تمتعنا بمكاسب الحداثة فيها، لن يمر، خاطر تونس غالية علينا نساها ورجالها، خاطر ثم رجال أحرار ويساندوا المرأة الحرة. دونك احنا نضالنا واحد، ما عادش أجزاء، ما عادش متفتتين، خاطر تونس اليوم واجبنا إزاها أن نقاوموا كوحدة. هذاك احنا في اتجاه حراير تونس في اعتصام برضو في جبهة إنقاذ وطني، خاطر تونس تستاهل باش ننقذوها من الثقافات الغريبة والمخاطر اللي تهددها من أجل غايات تتجاوز شعبها ومصالح أهلها.